بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعين إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أي الأخوة المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد معا فعليه بالقرآن. أي تلال بينات الله علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة والمقيم بالقاهرة. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان للمؤمنون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فرقة منهم
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. سلام
فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. Thank you.
حريص عليكم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاء حريص عليكم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه
سيدنا الشيخ سيد مبسوط ومنسجم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم يا رب يا رب سيدنا الله يبارك فيك مولانا الله يبارك لك يا رب. أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. عليك يا حاج وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله
أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إليه مرجعكم جميعا
خلق ثم يعيده ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل قدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات
لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها دعواهم فيها سبحانك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام سلام
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن كل شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام، حلو في معناه، جميل في إلقاء، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة، هو كلام الله. تلاعلم سمع حضراتكم بذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، مقيم بالجيزة. ذلك عبر أسير موجات إذاعاتنا المحلية، الشركة عمل الهندسة الصوتية برد محمد سلام ببرهمتوش مركز السن باللوي، تليفون 66-0236 برهمتوش. الشركة عمل أضواء كهربائية ومن أضخم معطيات الدزلات الكبرى عالم الصوت الجمهورية لصاحبها الحاج شحت إمام، بارت مهندس إبراهيم إمام، مهندس حسن إمام، مقيمان بالحوال بمدينة السن باللاوي، كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى، قصر دافع المتنقل عالم الصوت الجمهورية، والذي كمل وجمل برعاية خلفاء الحاج أحمد محمود، مقيمان بمدينة السن باللاوي. الخدمات الفندقية تطلب من شيخ العرب إدارة السيد عبد اللطيف المقيم بالحوال مدينة السن باللاوي. أيها الجماعة طاب الكريم، إن هذا كان لكم جزاء، كان سعيكم مشكورا.